تم توقيع اتفاقية لعقد تدبير المفوض ديال النفايات المنزلية وما جاورها بين الشركة افيردا انفيرونمون اكسبريس كازا النواصر وشركة ومجموعة البيداء ديال النظافة اللي خصات عليه الصفقة هو شركة افيردا بواحد الثمن ديال اكثر من 91 مليون ديال الدرهم واللي كانت من قبل 44 مليون ديال الدرهم وغادي توصل الان حتى ل 10 مليون ديال الدرهم لانه نظرا للمجال العمراني والعدد السكاني اللي تزاد في المنطقة وفي الإقليم بالنسبة لجماعة خمسة جماعة النواصر جماعة دار بوعزة ولاد عزوز جماعة بوزكورة وجماعة ولاد صالح والحمد لله غادي نديروا هذا الشيء كيف الفضل كيرجع للسيد العامل اللي تعاون معنا وداروا على المجهود كبير بالتنسيق مع الشركة التنمية المحلية اللي كيشرف عليها والسادة الرؤساء والأعضاء اللي زادوا في الاعتماد على أساس باش توصل لهذا الاعتماد المهم باش نسيروا هذه النظافه في تراب الاقليم وتراب الجامعات بخمسه باش تكون اقليم نظيف لا بالنسبه للنقط السوداء ولا بالنسبه للنظافه ديال الشوارع المهمه والداخل في الازقه الداخل ما بين الدار البيضاء وما بين المطار محمد الخامس اللي هو بلاصه مهمه وكنطلب من المجتمع المدني ولا الجهات المعنيه والسلطات المحليه باش يتعاونوا معنا على اساس باش نتعاونوا مع الشركه باش تكون واحد المدينه نظيفه واقليم نظيف وجامعات نظيفه باش تكون نواصر نظيفه ان شاء الله. نحن حاضرين وجاهزين وعملنا انجاز باسبوع وانطلقنا اليوم بمشروع النظافه بمقاطعة نواصر. وهيدا شرف لنا لشركة افيردا انه نبتدئ العمل من اليوم وانا بدي اقول للساكنة بنواصر انه افيردا حتعمل شغل وتخلي نواصر تكون بمستوى عالي من النظافة بكل الاماكن بكل المقاطعة بكل منطقة نواصر.